الحمد لله بعد مجهود بدني طيب وصلنا إلى مسقط شلال أبو شقير الواقع في لواء الكورة في وادي الزقلاب في محافظة إربد بشمال الأردن. وصلنا إلى هذا الشلال الرائع والذي سمي بشلال أبو شقير نسبة إلى محمد حسين أبو شقير من بلدة جفين الذي كان يمتلك طاحون لطحن الحبوب على هذا الشلال وهذا الوادي. والحمد لله وصلنا إلى مسقط رأس الشلال شلال أبو شقير بعد رحلة جميلة وممتعة بين الصخور والجبال والأودية والهضاب. وصلنا وبحمد الله وننقل لكم بمشاهد حصرية ولأول مرة وصول فريق إلى شلال أبو شقير في وادي زقلاب في منطقة لواء الكورة بمحافظة إربد بشمال الأردن. إذا كان القلب على الشمال فإن الكورة هي قلب الشمال، ونقول لكم الكورة الخضراء محبة وعطاء.